دجاج ورز شواية هو أطلق من أي شواية. هذه دجاجتي، هذه التتبيلة ملح وفلفل أسود كمون وقرفة، أخلطهم وأتركهم على جنب. راح أخذ الدجاج وأحط عليه زيت الزيتون أو زيت عادي براحتكم، ونمسجه عدل مدل. بعد ما أمسجه وأدهنه وأسوي أدلعه، راح أحط عليه التتبيلة حقتي وأفركه مرة مضبوط، نسوي له مساج مرة ثانية. الآن راح نكتفها ونخليها دجاجة مأدبة بهذا الشكل. أسوي فتحة من الجنب، وفي الشحمة الثانية أسوي أيضا فتحة وأدخل فيها الأفخاد، وراح أسكر الأجنحة بأعواد أسنان بهذا الشكل زي ما أنتم شايفين عشان هي الدور ما تطيح علي. وأركب سيخ الشواية وأضغطه مرة مضبوط من الجنبين، وأركبها وأشغلها وأخليها على حرارة هادية 170 تقريبا أو 160 مدة ساعتين، بتدور وتذوب وتصير زي الزبدة ما شاء الله تبارك الله. الآن راح نجهز الرز. هذه مكوناته. في الخلاط راح أحط فلفل بارد وبصل محمر ومعجون طماطم وطماطم وموية، والبهارات راح تكون مكتوبة لكم، وأحطها بعد كذا في القدر، أحمسها شوي بس، أضيف بهارات حب وأحمسها شوي، بعدين راح أضيف الموية أكون وازنتها من قبل، وأضيف اللومي، أضيف الفلفل الحار، وأضيف الزبدة اختياري. أول ما يغلي الموية راح أضيف عليها رز أمريكي من مغسول ومنقوع تقريبا ربع إلى نص ساعة. نخلي الحرارة عالية. لما يبدأ الرز يظهر على السطح وتختفي الموية راح وتظهر هذه الحفر، راح أغطيه وأهدي الحرارة أهدى شيء تقريبا 20 إلى 30 دقيقة، ونخليه يستوي على راحته. راح تشوفونه مستوي، رز جدا جدا لذيذ. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، وصارت دجاجتنا جاهزة وذايبة وأطلق. شاورما عربي تتبيلة لذيذة 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 وثومية خطيرة مرة. هذه مكونات تتبيلتنا، تعالوا نشوف الطريقة. راح نتبل الدجاج، قطعناه صدور الدجاج إلى شرايح وتبلناه بزبادي، عصير برتقال، عصير ليمون، بشر برتقال وبشر الليمون، وراح أضيف عليه زيت الزيتون ونضيف الملح ومجموعة البهارات ومنها ثوم الزنجبيل وأيضا بهار الشاورما وبهار عثماني شيء بسيط. أدعكها كذا مع بعض وأمسجها وأتركها على جنب تقريبا ساعة إلى يوم، كل ما طولت كل ما كان أفضل. أول ما يسخن المقلة ويصير ساخن جدا، راح أضيف عليه الدجاج وأتركه لحد ما يستوي تماما وينشف الماء الموجود فيه. بعد ما ينشف بخليه يتحمر ويتقمر، بيطلع شكله أحلى وألذ. هذه خلطة الثومية، ألذ ثومية ممكن تاكلينها. عندي هنا الموية والنشا، وأحركها لحد ما تثقل معاي زي ما راح تشوفون بعد شوي. لما يثقل أطفي النار وأشيلها خليها تبرد شوي. في الخلاط راح أضيف المايونيز، حليب، زيت زيتون أو زيت عادي عفوا، ملح وثوم، وراح نضيف عليه الخلطة اللي حنا سويناها وأهرسها باستخدام محضرة طعام أو البلندر. هنا جبت خبز الصاج ودهنته بالثومية، واللي يحب ممكن طحينة بدل الثومية، ونحط شرايح شاورما اللي سويناها والمخلل والبطاطس، لك الحق بإضافة البصل أو البقدونس براحتك. نلفه ونحطه على الحماصة ونقطعه ونقدمه بألف عافية. قوارب المسخن وبالخبازة من الوصفات الرمضانية اللذيذة. بستخدم خبازة هوم إلك من قصر الأواني، سطح مانع للالتصاق وتحكم بالحرارة، وشباك تقدرين تشوفين فيه وصفتك. هذه هنا مقاديرنا. أول شيء نعجن عجينتنا، حطيت كل مكونات العجينة وأعجنها تقريبا 10 دقائق لحد ما يتشكل الجلوتين وتصير عجينة ناعمة وطرية ما تلصق باليد. خليها تتخمر. أجهز الحشوة، كمية راهية من زيت الزيتون مع البصل لحد ما يذبل. مجرد ما يذبل البصل راح أضيف عليه السماق، أضفت نوعين من السماق، وأضفت عليه بعد كذا الدجاج اللي أنا سلقته وفتتته والبهارات، وأضيف شوي من ماي السلق وعصير الليمون، وأقلب الخلطة هذه كلها مع بعض. بعد كذا راح أضيف عليها دبس الرمان وأضيف عليها الصنوبر حسب الرغبة، وأقلبها وتصير حشوتي جاهزة. أرجع لعجينتي بعد ما تخمرت، أعطيها بوكس وأطلع الهواء منها وأبدأ أسويها كرات صغيرة. أسويها كرات بهذا الشكل زي ما أنتم شايفين، وأكورها وأتركها على جنب شوي ترتاح. أخذ كل كرة وأفردها بشكل طولي شوي، ما أبيها تكون قوارب صغيرة مش كبيرة، وأبدأ أحط فيها الحشوة وأقفلها من الجهتين ومن الأطراف. بعد كذا راح أدهنها بالحليب أو بالبيض أو بالنسكافيه اللي أنت حابته. دهنتها فقط بالحليب وحطيتها بالخبازة، حطيت واحدة فقط للصورة والباقي كملته، يعني بديت أجهزها. شوفوا ما شاء الله كيف تحمرت، وشوفوها أيضا من الأسفل.
جهزت الباقي وبديت أحطهم بالخبازة وأصفهم، حطيت دهنتها بالحليب وقفلتها وخليتها لحد ما خلصت، وصارت حشوتي وصفتي جاهزة. حطيت زينتها بالرمان والبصل المقرمش والكزبرة، وعليكم بألف عافية، لذيذة ومستوية وما يمل منها. وصفتين حطيتهم في فيديو واحد، بستاشيو بايتس ونوتيلا بايتس. نبدأ بالنوتيلا، نوتيلا وشوكولاتة بالحليب وحليب محموس وبسكوت دايجستيف مطحون، ممكن تحمسونه وممكن لا. نخلطهم مع بعض، أذوب الشوكولاتة وأسيح شوي النوتيلا وأخلطهم. اخلطيهم بيدك أفضل، عجنتهم شوي بعدين خلطهم بيدي لحد ما حصلت على عجين بقوام متماسك تقريبا. إذا حسيتي خفيف زيدي شوي بسكوت، أنا كان مناسب. حطيت شوية بسكوت مطحون في القوالب وحطيتهم بالقوالب، ممكن تكورونها إذا ما عندك نفس هذه القوالب، بس حجم القالب جدا جميل زي الخاتم كذا. دخلتهم الفريزر شوي يعني أبو ساعة، طلعتهم فككتهم وحطيتهم غمستهم ببسكوت مطحون وقدمتهم بألف عافية. بالنسبة للفستق تقريبا نفس الشيء، بس استبدلته بمعجون الفستق وشوكولاتة البيضة وأضفت فستق مجروش. حطيت الفستق البودرة على القوالب، سيحت الشوكولاتة البيضة وأضفتها إلى الخليط الحليب المحموس، وأضفت أيضا زبدة الفستق وحركتها، حسيت أنها شوي لينة فزتها فستق بودرة لحد ما حصلت على القوام المناسب، وحطيتها في القوالب ودخلتها الفريزر تقريبا أقل من ساعة. بعد كذا فككتهم وغمستها بالفستق البودرة وقدمتها بألف عافية، شهية ولذيذة وبتخلص بدقائق. بالنسبة للنوتيلا ممكن إضافة بندق تطلع مثل حلا الفيريرو روشيه، جدا جدا لذيذة، جربوها وارسلوا لي تجاربكم. الفريدو لازانيا بالدجاج من ألذ الوصفات اللي ممكن تجربينها. استخدمت الفريدو صوص جاهز وبشاميل جاهز، ممكن تسوينه انتي. اول شي سلقت الدجاج مع بهارات صحيحة، بعد كذا نتفتها وحطيتها في صاج او مقلة، وراح احط عليها صوص الالفريدو وراح اضيف عليها شوي من ماي السلق. نبغى الخلطة حقتنا تكون فيها سوائل، وراح نضيف الكريمة كريمة الطبخ، واضيف بهاراتي ملح وفلفل اسود واوريجانو وبهار باستا، اي بهار باستا انتي حابته، متوفر كثير شركات بالاسواق. نضيف البقدونس، عادي تكون الكمية حلوة من البقدونس، وخلي هذه الخلطة تتسبك على النار وتصير تسبيكة حلوة، بس اهم شي فيها صوص. اضفت بهارات بيضة للبشاميل وحطيت شوي من البشاميل في القاع، وابدا اصف اللازانيا بدون سلق. استخدمت نوع ما يحتاج سلق، عشان كذا كنت ابي الصلصه حقتنا او الحشوه حقتنا فيها صوص. حطيت الحشوه وحطيت موزاريلا وكملت الطبقات، كررتها تقريبا 3 طبقات، لازانيا وحشوه وموزاريلا ولازانيا وحشوه وموزاريلا وهكذا. واخر شيء انتهيت باللازانيا وحطيت صوص البشاميل وكثرته، رشيت عليه الموزاريلا وحطيت عليه الأوريجانو وغطيته بقصدير أو ورق زبدة وقصدير، وبعد كذا راح ندخل الفرن 30 دقيقة، ثم اكشفي عنه عشان يتحمر وقدميه بألف عافية، مستوي وطري ولذيذ جداً.